بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات المودينامكس. النهاردة كلامنا هنتكلم على حاجتين، هنتكلم على الاتراكتور وهنتكلم على تفاعل المجراف مع الخامات عشان يديني انيميشن. طبعا جديدة قوي ان المجراف يبقى مع خامة عشان يديك انيميشن، لكن هنشوف هتعمل ازاي. اول حاجة اجهز السيم بتاعتي، هحط بس فلور، وهحط على الفلور ماتيريال، نيو ماتيريال، دبل كليك، كولر. المرة دي ممكن اروح الود ايمج، ممكن منين يعني عايزين ايمج تكون يعني كويسة، يعني بحيث يليق عليها ال reflection. تمام، ممكن ناخد وود، لا ممكن ميتال، يعني ممكن حاجة زي دي. نو بعد كده نروح لرفليكشن، خلي بس الرفليكشن يعني عالي شوية، ونحط فيرنيل عشان يديني لس ريفليكشن على الاجناب والتركيز يبقى في النص. ممكن اقلل العملية بتاعت البلند مود شوية يبقى بالشكل ده كده. بامب مش محتاجين بامب عشان ما نكعبلش الدنيا، نحطها على الفلور ونروح على طول نحط في الافكتس جلوبال الومينيشن ونخليه لو، وعلى اوبشنز ونقلل الريديبس ونقلل الشادوز ونقلل الريفليكشن ديبس. انا مش محتاج كل الكلام ده، واعمل ريندر في الفيو بورت. طبعا مش هيدي اي حاجه لسبب، اولا احنا ما حطناش سكاي، تمام، وفي نفس الوقت عايزين نحط اريا لايت. ونرفع فوق المشهد ككل بالشكل ده كده. لو عملنا رندر هنلاقي اصبحت الارضية بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بعد كده نيجي بقى اللي احنا عايزين نعمله. اللي انا عايز اعمله، عايز اوريكو الشيدر افكتور ازاي بيتعامل مع الخامات عشان يطلع لي منها انيميشن وديناميك انيميشن كمان. مبدئيا هنروح نحط سفير، تمام، نخلي الراديوس بتاعها 100 زي ما هو، تمام، السيجمنتس مفيش مشكله. طبعا عايز تغير اللون مفيش اي مشكله، ماشي خلي دوت، بس هنزود السيجمنتس بتاعتها شويه وعلى طول كده بس عشان لا دي ازاز. نروح لشيدر دانل ونروح نحط على السفير الدانل بتاعنا. نيجي بعد كده نشوف بس نطمن على الرندر شكله عامل ازاي. تمام، نيجي على السفير، نتك سي من الكيبورد عشان تبقى editable object. بعد كده نروح للبوليجون تول ونسلكت كل الفيسز، طبعا اضغط على اي فيس واعمل كنترول اي، او لو نسيت اعمل رايت كليك. تمام، المفروض تلاقي هنا سيلكت اول. طب ما لقيتش سيلكت اول، مفيش مشكله، اتك حرف الفي سيلكشن سيلكت اول بالشكل ده كده. بعد كده اهوت انا المفروض عايز احط السفير دي جوه فراكتشر اوبجكت. احنا اتعلمنا طالما هنحط اوبجكت جوه الفراكتشر موجراف اوبجكت، المفروض ان احنا بنفك الفيسز دي عن بعضها. عشان نفك الفيسز دي عن بعضها برضو حرف الفي فانكشنز، وهقول له ديسكونكت. ديسكونكت هيقول لي بريزيرف جروبس، هقول له لا واعمل اوكي عشان يفك لي كل فيس لوحده. لو انا عملت ده كده هلاقي الفيس طلع لوحده. بعد كده اهوت اروح لموجراف فراكتشر اوبجكت واحط السفير جوه الفراكتشر
اوبجكت بالشكل ده كده. الفراكشر اوبجكت عمره ما هيعمل اي حاجه طول ما المود بتاعه بستريت. هنخلي اكسبلود سيجمنتس عشان يفرق لي السيجمنتس دي عن بعضها. طبعا الفراكشر اوبجكت عمره ما هيفرق ولا هيأثر في اي اوبجكت جواه بمجرد انك تعمل دي اكسبلود سيجمنتس، لا لازم افكتور يشتغل على الفراكشر اوبجكت ده. المره دي انا هستعمل الشيدر افكتور. الشيدر افكتور بيأثر على الاوبجكت عن طريق خامه، عن طريق اضاءه، عن طريق لومينانس، عن طريق كلر. شفت اوتوماتيك اثر لي على البوزيشن بتاعها، بس انا المره دي مش عايز بوزيشن. معلش اسمحوا لي هظبط الاوتبوت عشان يبقى بالمنظر ده كده تمام بالشكل ده. وبالنسبه لللايت هروح لشادو واقول له اريا شادو عشان يديني شادو. ارجع للشيدر. الشيدر افكتور عندي السترينجز. ما علينا، نروح للبارامترز. البارامترز هو هنا مؤثر على السكيل. لا انا مش عايز سكيل، عاوز بوزيشن وعاوز روتيشن. هروح في الاكس هقول له مثلا خليها 100، واي 100، زد 100. ماشي بالشكل ده لففنا وراه بالشكل ده كده. واروح للروتيشن هعمل اي روتيت. طبعا زي ما انت شايف بدا ياثر على الفراكتشر اوبجكت بالشكل ده كده. ما علينا من الشكل اللي خرج ده، انا هقول لك حالا ايه اللي هيتم. الاول بس نشوف الريندر شكله عامل ازاي. جميل كويس. بعد كده بقى ده انا اللي انا عايز اعمله. عايز اعمل ايه؟ عارفين لما مثلا اي في افلام تلاقوا مثلا ايه الرصاصه بتخش في جسم لزج تمام، فتخش وتخرج من الناحيه التانية، تحس بلزوجه كده. هو ده الافكت اللي انا عايز اوصل له عن طريق الميكروف. الافكت ده عشان توصل له لازم خامه معينه تمام تركب على الاوبجكت، تحديدا على الفراكتشر اوبجكت. الخامه دي هنروح لفايل نيو ماتيريال، دبل كليك كلر تيكتشر، تروح من على افكتس هتلاقي خامه اسمها بروكسيمال. بروكسيمال دي عباره عن زي ما انت شايف تدريج لون. اللي بيحصل ايه؟ ان الخامه دي بتاخد اوبجكت. الاوبجكت ده طبعا انيميتابل، يعني اوبجكت متحرك زي كوره، دايره، كيوب، اي ان كان الاوبجكت. يعني مجرد ما الاوبجكت بيقرب من الخامه دي بيبدا التاثير بتاع الافكتور يظهر على الجزء تمام الاوبجكت ده قرب له من الخامه. يعني مثلا احنا هنفرض ان الخامه دي اتطبقت على الاوبجكت ده، جاي اوبجكت من هنا، مجرد ما هيقرب هنا هيبدا يشتغل الشيدر افكتور فيفرق الجزء ده عن بعضه. كل ما الاوبجكت يبدا يبعد الفراكتشر اوبجكت او الشيدر افكتور يبدا تاثيره يتلاشى. طب هيطلع من الناحيه الثانيه هيحصل عكس ما حصل في دخوله. هنشوف الكلام ده عمليا دلوقتي. الاول انا بس هقفل الماتيريال اديتور واروح اجيب هقول ايه، اجيب كون واخلي الاورينتيشن بتاعه على موجب زد، موجب زد اسف مش موجب اكس، موجب زد، وهاخده كده تمام بالمنظر ده. اتاكد بس ان هو قدام السفير بالشكل. طبعا الراديوس بتاعه كبير مقارنه براديوس السفير، هنقلل الراديوس بتاعه شويه ونقلل الهايت بتاعه شويه بحيث يبقى بالشكل ده. نرجع لورا. بعد كده نحط له كي فريم تمام على البوزيشن والروتيشن، نريكورد كي فريم ونخلي دي مثلا 200 فريم ولا حاجة، ونطلع قدام عند 100 ونحركه بالشكل بحيث يخترق الكورة
ويطلع من الناحية التانية. طبعا هنعمل روتيت على، طبعا احنا قلنا اكس واي زد، فكده انا عايز روتيت على الزد بالشكل ده كده، ونريكورد كي فريم. يبقى كده ده اللي انا عملته. هو سجل كي فريم للروتيشن وما سجلهاش للبوزيشن، لان انا اشتغلت يدوي ما حطيتهاش من الكي ده. بالمنظر ده كده طبعا ولا حاجه. ليه؟ لان لحد دلوقتي في الخامه دي ما دخلناش جوه بروكسيمال وقلت له الاوبجكت بتاعك. الاوبجكت بتاعي هقول له الكون، الاوبجكت بتاعي الكون. اقفل بقى الخامه واضغط لسه. ليه لسه؟ لانك انت ما خدتش الخامه حطيتها على الفراكتشر. خلي بالك بقى، الخامه اللي المفروض هتعمل الانيميشن تبقى على الفراكتشر اوبجكت، الخامه الاصليه اللي هتظهر في الفيو بورت تبقى على الاوبجكت اللي جوه الفراكتشر اوبجكت. فهسحب الخامه دي واحطها كده زي ما انت شايف، هي ما ظهرتش معاك هنا، لكن ايه اللي هيظهر؟ هي مش خامه، تمام؟ لسه. طب لسه ايه؟ لسه ان الشيدر ما شافش الخامه دي. طب هشوفها ازاي؟ سهله جدا. لو احنا رحنا لبارامتر، او رحنا لشيدنج اسف، ورحنا للشانل، هنلاقيها كاستم شيدر. فينا كذا شيدر يعني الكلام عنهم يطول شويه، لكن احنا هنشتغل على الكاستم شيدر، وهقول له الشيدر بتاعي ونقي الخامه. لكن في طريقه اسهل، لو رحت للشانل هقول له كلر، كلر هيقول لي التكتشر تاج فين. عايز منك بقى الـ 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 الخامه اللي هتشتغل كشيدنج. هاخد الخامه بتاعتي دي، اخدها من هنا، اسحب وانزلها هنا، تمام؟ بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا زي ما انت شفت حصل ان دي رجعت مكانها تاني. ليه؟ لان الاوبجكت ده لسه ما قربش منها. الاوبجكت ده لسه ما قربش. ده اللي انا كنت بقوله، ان تاثير الشيدر عمره ما هيظهر طول ما الاوبجكت ده بعيد عن مين؟ عن الكره دي. عشان كده هيلزمنا تعديل في مفاتيح الحركه بالنسبه للكون. هاخده كده وانزل بيه لتحت بالشكل ده اهو. والله كان الاسهل ان انا كنت اخد مفاتيح الحركه نفسها ايوه، المفتاح ظهر اهو. لا هو هيتعبنا كده معاه، فاحنا كان اسهل لنا نعمل كده وكده، ونروح للكون للكوردز واقول له اد كي فريم، واروح ل الاند، اسف، ارجع لمية وانزل الكون ده كده واجيبه كده، ارفعه كده واقول له اد كي فريم، تمام؟ نرجع، بصوا بقى اللي هيحصل. شفتوا اللي حصل ايه؟ شايفين جه هنا اهي. شوفوا هو قرب من مين؟ قرب من الجزء بتاع الخامه، فزقه لجوه. طيب بصوا كده اهوت، هيبدا بقى انه خلاص يسيبها ويعدي، فيعدي من الناحيه الثانيه. طب انا عايز ازود الافكت شويه، يعني عايز اخلي التاثير اكبر من كده. هقول لك حاجه، كل اللي عليك انك انت تعمله، هتروح للشيدر افكتور، وتروح لبارامترز، وتزود المية دي، تمام؟ وليكن مثلا خليها 250، ودي 250، ودي 250،
تمام. طبعا ممكن تزود زبدة شوية لو عايز. تمام بالشكل ده كده، بس هتزيد على الجهتين. يعني انا مش عايز يبقى الافكت برضو مبالغ فيه قوي، يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا لو عملنا بقى ريندر طبعا انا مش عايز اقول بقى استغلالاته في ايه، يعني انت لك المطلق الحرية، يعني بتستغله زي ما انت عايز. في بس حاجة عايز اضيفها على السفير نفسها، هروح هنا كده واعمل كنترول ايه، اخد كل الفيسز ورايت كليك واخد اكسترود واخلي الاوفست وليكن ب10. تمام ليه؟ بس عشان يبقى فيه سمك بس، يعني ما تبقاش شايف كده، اصبح الموضوع بقى فيه سمك شويه. تمام ما بقتش فلات زي ما كانت موجوده بالشكل ده كده، بقت تراينجلز، بقت مثلثات، يعني اصبح الموضوع فيه ذوق شويه او شكله احلى من المره اللي فاتت. لا وممكن كمان نعمل حاجه حلوه، ممكن نروح بس اتقل الدنيا شويه، بس مش مشكله، نروح لهايبر نيربس وناخد الفراكتشر اوبجكت ده جوه الهايبر نيربس دوت، او ناخده جواها بالشكل ده كده، تقلد شفتوا شكلها بقى تحفة. طبعا الهايبر نيربس بيزود عدد الفيسز وعدد السيجمنتس بتاعت المجسم، لكن بصراحة بيدي في الاخر شكل كويس، بس هو بيحور المجسم خالص، يعني هو ما بقتش كيوبس، ده بقت انا مش عارف دي ايه يعني، بس شكلها حلو. ماشي بقى بالشكل ده كده. طبعا لو عايز الغيه الغيه في اي وقت يعجبك، مفيش مشكله، ويستحسن يعني احنا شفنا شكله، فايه نكمل بقى من غيره، لاني عايز، لا والله مش هنكمل من غيره ولا حاجه، يعني انا عايز احط عشان خطرت في دماغي حاجه، خلينا زي ما احنا مفيش ادنى مشكله. لو احنا جينا جربنا من توب، ناخد لايت، نرجع لفرونت ونطلع اللايت ده للنص بالشكل ده كده، بحيث يبقى في نص الشكل، وهخلي الشادو سوفت، والفيزيبل لايت هخليه فوليومتريك. فوليومتريك يعني هيبقى طالع من الفراغات بتاعت، ويبقى ظاهر من الفراغات بتاعت الشكل ده. ممكن اروح بعد كده ل فيزيبيليتي، ممكن اقول له الاوتر ديستانس اقللها شويه، بحيث لو انا عايز احجم المدى بتاعه. تمام بالمنظر ده. في عندي ريليتيف سكيل لو انا عايز اعمل له سكيل على محور معين دونا عن المحاور التانيه. في عندي الدست او التراب، طبعا لو زادت هيبقى الضوء مشوه، تحس ان فيه غبار. تمام فانا اخليها ولتكن 10. الشادو طبعا انا مش هتكلم فيه هنا خالص، لان هي بس اللي تعنيني فيه. الشادو ماب كل ما بتزيد كل ما دقه الشادو تبقى احسن. النويز دي مهمه عشان تدي ديتيلز، ممكن تختار اي نوع نويز يعجبك، بس يا اما النويز على الالومنيشن تمام اللي هو الاشعاع، او على الفيزيبيليتي اللي هو شكل اللايت. انا هخليه على البوث، بتنقي نوع التايب بتاع النويز زي ما تحب، انا هخليها سوفت تربلون. طبعا نقي وجرب زي ما انت عايز. عندك الاوكتافز اللي هي عدد الامواج اللي بتكون النويز، عندك الفيلوستي اللي هي تحرك الاصل، الخامه دي تتحرك على فكره لو كان لايت بيتحرك تمام، فيبقى لازم يبقى ليها سرعه. برايتنس
لو انت عايز تبقى مضيئة، كونتراست التباين بين الالوان الغامقة والفاتحة، فيزيبيليتي سكيل لو انت عايز تعمل سكيل للنويز ده ممكن اخليه مثلا 200 في 200 في 200، ده لو انا عايز ان النويز ينتشر على مساحة اكبر. طبعا دي الويند لو انت عايز تعمل رياح. لو احنا جينا عملنا كده وجينا عملنا رندر هنلاقي الوضع مختلف خالص عن الشكل الاولاني. على فكرة دايما في اي تمرين بقول ان مش الارقام اللي انا بكتبها تبقى مسلم بيها، جرب غير غير ارقام، غير قيم، غير خامات، غير الوان، اعمل زي ما انت عايز. عمرك في حياتك ما تتعلم الا بالتجربة. الموضوع مش انك تنقل الحاجة زي ما هي بالظبط عشان تعمل زيها، لا، خد الفكرة واكيد هتلاقي لها مكان توظفها فيه. ده الشكل بتاعها بعد ما خرجت. طبعا الشادوز باين على الارض، وشفتوا اللايت طالع ازاي من الفراغات. طبعا التشويهات اللي فيه دي من النويز تقدر تتحكم فيها اكتر من كده لو انت تحب. على السريع كده يعني اشمعنى ده اللي مش هياخد خامه؟ تمام، نروح نحط له خامه غامقه شويه لان انا عايز اعمل ريفليكشن بتاعها عالي شويه، ونحط على الكون الخامه بتاعه، يعني هيدي شكل كويس. طبعا ده كان يعني مفيش، ما عملناش اي حاجة سوى ان احنا حطينا سفير وعملناها اديتابل، حطيناها جوه فراكتشر اوبجكت، حطينا بعد كده شيدر افكتور، عملنا الخامة اللي هتعمل لي الانيميشن ده. وطبعا خش بقى الخامة عدل في البارامترز بتاعها وارجع اعمل ريندر، شوف او اعمل انيميشن، شوف كل بارامتر بيديلك ايه او بيعمل معاك ايه. بعد كده عملنا انيميشن للكون وخدناه جوه الخامه عشان يبقى ده الاوبجكت اللي كل ما هيقرب من المكان اللي فيه الخامه دي يحصل لها العمليه ديت، او ان يحصل الافكت بتاع الشيدر. بعد كده كل اللي عملناه حطيناه جوه هايبر نيربس، وقلنا مش ما هواش شرط انك انت تحطها جوه الهايبر نيربس، ده اوبشنال. طلع الفراكتشر بره واشتغل زي ما انت عايز. خلي بالك من توزيعه الخامات، ان الخامه اللي عليها الانيميشن بتتحط على المجراف اوبجكت، والخامه الاساسيه اللي انت عايزها تظهر في الريندر بتتحط على الاوبجكت اللي جوه المجراف. ده كان كلام سريع عن الخامه دي. خامه بصراحه يعني انا ناخد بالنا منها، اللي هي البروكسيمال، خامه كويسه. ده التدريج بتاعها على فكره ما غير قابل لانك تغيره. ممكن انك انت تعمل حاجه بقى في هنا، حاجة يعني انا اعتقد ان ده هو السبب. بصوا قبل ما الكون بيقرب بيكون الافكت حصل. اعتقد ان لو احنا عملنا سكيل للبلر هيبقى له تأثير او هيبقى له افكت، مش عارف، انا هجرب كده واشوف. لا ملوش. طب الاوفست برضو ملوش. طب يبقى ايه اللي له؟ اخش في البروكسيمال في الشيدر. تمام، في هنا الاند ديستانس والستارت ديستانس والبلند مود ولينير. طب لو انا قلت له يوز فيرتكس، انا مش عارف هو بيوز فيرتكس. لا برضو. طيب في الستارت ديستانس، اعتقد ان دي ليها علاقه بالموضوع، الستارت والاند. اعتقد ان ليهم علاقة بالموضوع. بص كده، كده فعلا، يبقى هي الاند ديستانس
تمام، بتفرق الان ديستنس. لو الان ديستنس كانت 100% خلاص الموضوع ده بيأثر على الحركة بتاعت الاوبجكت. طبعا هي المسألة بقى مسألة تجربة، انت بتقرب لأقرب نقطة وتبدأ تظبط الاند ديستنس بتاعتك بالشكل ده كده. يعني ده كان كلامنا على الخامة دي، تمام. اتمنى تكونوا استفدتم بيها، ونتكلم بقى بعد كده على حاجة جميلة قوي في المجراف اللي هي الاتراكتور. الاتراكتور واضح من اسمه، تمام، اللي هو الجاذب، تمام، الجاذب. تعالوا نروح نعمل نشيل الهايبر نيرباس ونشيل الشيدر ونشيل الكون، تمام، ونشيل اللايت اللي في النص وهنسيب اللايت العادي. وتعالوا نروح نعمل سفير، خليها 30 20، ونروح لموجراف كلونر ونحط السفير جوه الكلونر. هخلي الكلونر دوت عبارة عن جريد اري، والكاونت على الواي بواحد. عايز بس ارفع الكلونر ده لفوق شوية، ونخلي الكاونت مثلا بخمستاشر وخمستاشر، تمام. ونظبط السايز بتاعه، شوية طبعا نظبط زي ما تحب بقى براحتك. طبعا هنا مفيش سايز اصلا، مش عارف انا بظبط هنا ليه. خليها بالشكل سين كبيرة شوية، خليها بالمنظر ده كده. تمام، ناخد الماتيريال دي نحطها على الكلونر ونتست الريندر، بس نشوف الريندر شكله عامل ازاي. كويس، لكن بفضل ان طالما الخامة فيها دايرة او كورة يبقى نحط الفرنل عشان يديني شكل احسن للخام، يبقى فيه تدريج في الانعكاس، ما يبقاش الانعكاس كله. اهو شفته كده العمليه بقت احسن، تمام. والانعكاس بتاع الارضيه دي عالي شويه، يعني الواحد بيحاول يظبط بس شوية حاجات كده الأول علشان تبقى الدنيا مظبوطة. أيوة كده تمام، يعني الدنيا أخف. تعالوا بعد كده احنا حطينا كلونر، بعد الكلونر هنروح نحط من بارتيكلز اتراكتور. زي ما انتم شايفين اتراكت يجذب، جذب اتراكتور. ارفع الاتراكتور لمكان ما انت عايز. وفي حاجة جميلة قوي بقى هقولها لكم، وليكن مثلا هنروح نروح نعمل ايه، تعالوا نحط كيوب. طيب انا عشان ما اخسرش الزاوية دي هروح احط كاميرا. ده تمام كده، مسقط الكاميرا تمام، مفيش مشكلة. تعالوا بقى نتصرف براحتنا. هو كيوب مش راضي يجي لي اهو، تمام. بس هعمل في الكيوب ده اربع سيجمنتس والاربع سيجمنتس والاربع سيجمنتس، ماشي. و هخلي على الاكس 40 وعلى الزد ب40 وعلى الواي هطول شوية
بالشكل ده كده. هو اللي يهمني بقى عدد السيجمنتس بتاع الواي. تعالوا بعد كده نروح على الفرونت ونروح على ارك ونخلي الانجل ب 180 ماشي بالمنظر ده كده، ونخليه يونيفورم عشان اتحكم في عدد المقاطع اللي بتكونه، و هروح بعد كده لموجراف سبلاين وورب او سبلاين راب زي ما بتتنطق. تمام، هاخد السبلاين راب احطه جوه الكيوب وهو مستني مني السبلاين اللي هيعمل عليه الوربنج. هقول له هات الارك بالشكل ده كده، طبعا الاكسس في اكس سالب اكس موجب واي، هو اللي انا عايزها الواي ماشي بالشكل دوت. هرفع بقى هرفع الارك نفسه تمام بالشكل ده كده. هدي مثلا خامة لونها احمر للكيوب واعمل ريندر. تمام بالمنظر ده. بصوا بقى اللي هيحصل، طبعا هنزل اتراكتور اهو صح. طيب هروح للتوب، هو راح فين التوب اهو. طبعا انا عندي ادي طرف وادي طرف. بصوا كده، لو انا خدت الاتراكتور ده حطيته هنا، ده هسميه ار اتراكتور، وهعمل منه واحد تاني هسميه ليفت اتراكتور. اخد الحاج ليفت اتراكتور ده هنا كده تمام، واتاكد بس ان هما مظبوطين على طرف المغناطيس. يلا عشان ما عشان ايه ما تقعدوش متحيرين كتير. تمام، اخليهم على طرف المغناطيس ده هنا كده، والاخ ده اخليه برضه نفس الموضوع. تمام كده يا جماعة. تمام، طيب لحد دلوقتي لا عملت بلاي ولا الهوا. ليه بقى؟ المفترض ان الاتراكتور ده له قوة، له قوة شد معينة. طبعا الاتراكتور المفروض هيشد كل البولز دي ناحيته. اهم حاجة الاول على الكونر اوبجكت احط ريجيد بودي ماشي، عشان يتوفر لي عنصر الداينامكس. اعمل بلاي، وقع. نسينا نحط على الفلور موجراف ريجيد بودي عشان يبقى ستاتيك. والاتراكتور ده بقى نرفع السترينجز بتاعته ل10000 مثلا، والاتراكتور ده خليه ل15. وبصوا بقى هنعمل، شفتوا اللي بيحصل؟ هو شد، شد مين الاول؟ الاتراكتور ده وده والارك والكيوب الت جي عشان يبقى في نال اوبجكت، عشان انا لما عاوز احرك ده كده ما يعذبنيش. تمام، شوفوا هما اتشدوا للنقط دي واتفرقوا عن بعض. عشان ما يتفرقوش عن بعض، الاتراكتور له حاجه اسمها سبيد ليميت. سبيد ليميت يعني بايد السرعه لكم، دي لمقدار معين. دي بالتجربه على فكره ملهاش قيمه ثابته، هي بادئه من اول 200000. انا هخليها مثلا، انا هبداها من 20
ونجرب. يعني انا هبدأ من 20 كده ونجرب، برضو 20 عالية. طب نبدأ من 10,000. طب 1000. شفتوا كده اللي حصل ايه؟ كله اتشد راح لمين؟ ليه؟ المغناطيس ده، تمام، بالشكل ده كده. طب ايه السبب ان كله راح لده يعني؟ طيب تعالوا، القوة صح، 11,000 والتاني 15,000. طيب خلي ده السترينجز بتاعته 20,000، وده برضو السترينجز بتاعته 20,000، تمام. ونشوف هنلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. والاخيرة دي كانت حيرانة مش عارفة تروح فين حتة، تمام. يعني اعتقد انه كان الدرس بسيط وسلس. طب ايه رأيكم تعالوا نعمل حاجة كويسة، مش عارف هتنفع ولا لا، لو احنا خدنا الاتراكتور الرايت ده وعملنا شيب سفير، كله راح للتاني. ليه؟ ما هو الاتراكتور اساسا مش هيستنى ان هو يتحرك، يعني الاتراكتور مش هيستنى ان هو يتحرك، بس عايز اجرب حاجة، عايز اجرب ان مثلا، تمام، لو انا عملت انيميشن ليه المجموعة دي كلها كده، انا هعمل كده وكده مثلا واحط كي فريم، احط كي فريم ونشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انا توقعت تماما ما حصلش اي حاجة، الا لو احنا كبرنا السكيل بتاع السفير في الاتراكتور دوت. احنا كبرنا كده، كبرناها كده، اعتقد انه هيبقى في فرق كده. هو كده جوه المجال بتاعه برضو، نفس الموضوع. لو عملنا اوفست كده كده بدأ يبقى فيه حركة. نرجع بقى للكاميرا بتاعتنا، تمام، ونرجع لده نخليه انفينيت. بالشكل ده كده طبعا استغلاله زي ما تحب بقى، يعني اعمل اللي انت عايزه فيه. انا وريتكم ازاي انك انت تقدر تعمل حاجة زي دي. في حاجة كمان، لا والله مش مستاهلة بالشكل. طبعا هو كده كده مفيش كرة هتفلت، يعني ما تخافش، كل الكرة راح بعيد كده كده هتتشد، لان الفول اوف بتاع الاتراكتور، تمام، الفول اوف بتاعه عبارة عن انفينيت فول اوف، فكده كده مفيش ولا كرة هتبعد بعيد. يعني اتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.